ما مستقبل هذه الأزمة الحاصلة بين لبنان ودول الخليجية؟ حول هذا الموضوع رحب لبنان بضيفنا عبر سكايب الدكتور نزيه خياط المحلل السياسي اللبناني. أهلا بك معنا دكتور نزيه. تحياتي. يعني هناك أصرار من الوزير على عدم الاستقالة، وأيضا هناك من يدعم قراره وتصريحاته، وهناك من يطالبه ب أيضا تصريحات رئيس الحكومة اللبنانية أكد فيه نجيب ميقاتي على تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب لإعادة إصلاح العلاقات اللبنانية العربية. الأزمة إلى أين ذاهبة دكتور نزيه؟ تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. أهلا بك. أولا سيدي الكريم، الموضوع ليس محصورا أو سببه وزير الإعلام جورج قرداحي، وإنما جورج قرداحي هو كما يقال النقطة التي أدت إلى حصول الفائض من تراكم من المواقف العنصرية والتي تحمل ثقافة ما يعرف ما أطلقته إيران ومنظومتها بتحالف الأقليات في منطقتنا. وكان قد سبقه وزير في الحكومة السابقة، وزير الخارجية السابق، عندما اتهم العرب والمسلمين بالبدو. فنحن أمام منهج وثقافة معينة ليست محصورة بشخص، وإنما هي بمنظومة. فبالتالي علاقة لبنان الرسمي اليوم التي تدحرجت بشكل مريع، سواء على مستوى فساد السلطة الحاكمة، مرورا بتخلف الوزراء الذين استلموا مهام وزارة الخارجية، بدءا من جبران باسير رئيس التيار الوطني الحر الذي يعبر عن لسان حال رئيس الجمهورية، كان بالواسطة وحاليا أصبح هو الرئيس الظل في الجمهورية اللبنانية. مرورا بمجموع المواقف الدبلوماسية المعادية للدول العربية بشكل عام، وهو الذي أطلق، يجب أن لا ننسى، هو الذي أطلق مشروع تحالف الاتحاد المشرقي، أي أنه بما معناه جوهره التحالف الأقليات في المشرق العربي. فهذا هنا بيت القصيد، هناك عملية تمهيد ومهد له الخطاب السياسي، رعته إيران، رعاه حزب الله تارة بحجة الدفاع عن الطائفة العلوية في دمشق في سوريا، وكان هذا مبرر لدخولهم ومشاركتهم في قمع الثورة السورية، مرورا بتدمير الحواضر الإسلامية والعربية في مشرقنا العربي، سواء في اليمن وفي العراق، والتدخل في دول مجلس في دول الخليج العربي وفي العراق، وكلنا نتلمس يوميا تداعيات هذا التدخل العبثي. طيب. في النسيج الاجتماعي وتحت عنوان تحالف الأقليات. فإذا ليس هذا الموقف هو السبب الذي أدى إلى هذا القرار الخليجي تجاه لبنان، وإنما هو نتيجة تراكمات وبلغت ذروتها مع هذا التصريح الأخير. تراكمات تفجرت مع تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي، إن كانت قبل تسلم المنصب وإن كانت أيضا بعد تسلم المنصب، وما ذكره أيضا وتأكيد تصريحاته أيضا في مؤتمر صحفي لم ينفي، بأن ما أكد حول ما ذكره بأنها حرب عبثية، الحرب اليمنية هنا من هذه في لقائه في برلمان الشعب. ولكن هذه التصريحات كانت هي من فجرت هذه الأزمة بين لبنان ودول الخليجية. لكن دكتور نزيه، هل ستنتهي هذه الأزمة عند استقالة الوزير أم لن تنتهي في حال استقالته من عدمها؟ باختصار إذا سمحت.
لا أعتقد أنها ستنتهي، لأنه سياق عام لمسيرة لبنان الرسمية المهيمن اليوم على قراره حزب الله شئنا أم أبينا وباعتراف الجميع. وبالتالي هناك تسليم من رئاسة الجمهورية المتماهية مع حزب الله، فلو كان رئيس الجمهورية وضع مصلحة لبنان الوطنية بشكل حيده عن جميع التناقضات في المنطقة، نعم، وأن يكون على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وأن لبنان جزء من محيطه، وأن لا ينحاز إلى الفريق الإيراني الذي يحمل مشروعا انقلابيا للمنطقة، لكنا توقعنا أن هذا التغيير الفردي إيجابي. حتى لو استقالت الحكومة سيدي الكريم لن تحل المشكلة، لأن القرار ما الحل إذن؟ الحل هو يجب أن يتشكل جبهة إنقاذ وطنية إسلامية مسيحية داخلية في لبنان، نعم، لمواجهة العبث. ها هنا العبث الحقيقي الذي يحصل في النسيج العربي والإسلامي في منطقتنا، شكرا، وليس التدخل لمواجهة مرتزقة يأتمرون بإيران من إيران ويتلقون جميع أنواع الأسلحة، وهم لا يشكلون سوى 6% من الشعب اليمني يا سيدي. هذه مسألة يجب الانتباه لها. فهم انقلبوا على جميع التوازنات، انقلبوا على جميع مخرجات الاتفاق الوطني. هم الذين نسوا أو تغاضوا عندما تدخلت الدول العربية لطلب من علي عبد الله صالح الاستقالة لتلبية لحاجات الجماهير اليمنية، بغية وضع اليد على هذه، لأنهم يريدون وضع السيطرة على المدينة المنورة. هذا هو هدفهم الاستراتيجي.